فوق 1.5 مليار نسمة من صناع المحتوى حوالين العالم بيعانوا من فقدان الأفكار من المحتوى، أكثر من 5 صناع المحتوى على هذا الكوكب. سؤال، كيف حياة هذول الأشخاص بدون محتوى صعبة؟ عشان كذا طلعت فكرة تقليد المحتوى بالشكل الأعمى وبالشكل الذكي. خلينا نشرح لكم التقليد الأعمى. التقليد الأعمى هو تأخذ الفكرة من صانع المحتوى، نسخ لص تحطه بقناتك بدون ما تعدل عليها، بدون ما تسوي ولا شيء، زي ما تشوفوا الحين. For the next 24 hours, the biggest YouTubers in the world will be controlling my life, starting with Mr. Beast. فكرة اليوم راح نقلد المحتوى الأعمى، حنقلد 4 يوتيوبرز، راح يكون مستر بيس، أبو فلة، أحمد أبو الرب، إيراد. تقليد الأعمى أكثر شيء مو كويس للمحتوى، اللي هو تقعد 48 ساعة بدون ما تسمع. خلينا نلبس الحين، لا تنسى اللايك والاشتراك قبل بداية المقطع عشان نوصل 100,000 مشترك ونسوي أكبر حفلة سمبوسة في العالم. الحين لازم نتعلم لغة الإشارة، لأنه لو ما تعلمنا لغة الإشارة كيف راح نتواصل مع الناس؟ فخلينا نبدأ ونشوف أول طريقة. كيف الحال؟ أوكي. فلازم نسوي كذا. هذه يقول لك كيف الحال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبغى نتعلم كلمات أكثر، فلبس سماعتين عشان ما أسمع أبدا. الحمد لله تسوي كذا. الحمد لله على العقل والصحة. صباح الخير يقول لك صباح الخير. أتوقع الحين إحنا قادرين نتواصل مع الناس بلغة الإشارة مادام مو قاعدين نسمع. ويلا بالحين راح نروح ندور شخص عشان نطبق عليه الحركات. فطلعت الهواء الطلق. رجعنا نشرح للضحية ثاني مرة، أبغى أحط سكر على البطاطس، بس الضحية مو راضي يفهم، فقاعد أحاول من كل قلبي إنه يفهم، والحمد لله أخيراً فهم إني راح أحط سكر على البطاطس، وسألته وين؟ وأعطاني السكر، طول علينا ما قصر، يلا حبيبي، يعطيك العافية، وشكراً، مع السلامة، إلى اللقاء. الحين راح نقلد اليوتيوبر الثاني اللي هو إيراد. وصل بيتزا بجميع انواع المواصلات في العالم، يعني مشي، طياره، سياره. احنا راح نسوي هذا الشيء، راح نوصل له شخص مره تحبوه عشان تعرف من هو. تابع المقطع للنهايه. الحين راح نروح نجيب البيتزا. يلا بسم الله. البيتزا استلمناها. الحين هذه البيتزا نوصلها، يبغى لنا ساعه، يبغى لنا ندور تاكسي نركب معاه. ما عليكم، اهم شيء معنا البيتزا. الحين ركبنا البيتزا، الحين ركبنا البيتزا، الحين ركبنا التاكسي، وهذه البيتزا راح نروح عند مكان الباصات. وصلنا المحطه حقت الباصات، اهم شيء البيتزا. لازم نوصل هذه البيتزا تكون دافية. يعني احنا ركبنا الباص وهذه البيتزا تكون سوينا ثنتين، باقي المشي. الحين راح نكمل المشي يا شباب، قطع الشارع. اهم شيء انه تركز على اهدافك، نركز على الهدف انه نوصل هذه البيتزا. وما عليكم الشعر. يا شباب وقفنا شوية هنا نريح، وبنفس الوقت نبغى نطمن على البيتزا. اهم شيء يعني كيف راح اوصل البيتزا للشخص يكون مو كويس. بسم الله، انتم راح تشوفوا قبلي. أموشي كيف؟ الحب والله البيتزا رايح أمه. إذا قاعد يشوف المقطع والله إن شاء الله عجبتك، اكتب لي بالكومنتات إذا عجبتك. والله تعبت والله. شوف شعري كيف، حط لك اشتراك. إذا ما حطيت لك اشتراك أعظم إنه شيطان منعك. طب نزلت لكم مقطع جديد في الانستغرام، روحوا تابعوه. وانا قاعد انزل شورتات كثيره في اليوتيوب عشان نقدر نوصل 100,000 مشترك، نسوي اكبر حفله سمبوسه. لا وصلنا يا شباب، للاسف وصلنا وما لقينا الشخص في البيت، بس الحمد لله على كل حال. اهم شيء انه قلدنا اليوتيوبر الثاني اللي هو إيراد. وهنا قررت اكتب الرساله، كتبت له السلام عليكم انا ريان شديد، وصلت لك البيتزا مشي بعد ساعتين، ان شاء الله انها تعجبك، واسف اذا كانت بارده، ولا تنسى لايك الاشتراك. كذا وصلنا البيتزا و كذا نكون خلصنا اليوتيوبر الثاني واليوتيوبر الثالث. الحين راح نقلد ابو فلة. ابو فلة ايش دايم يسوي؟ وزع ايفونات. لا صح عليك حبيبي والله. فاليوم راح نوزع على واحد ايفون، لقينا شخص حنروح نعطيه الايفون. فيلا تعال معنا. السلام عليكم الغالي، معك برنامج ريان شديد، اربح وخذ ايفون. اذا تبغى تاخذه لازم تكون محقق شرطين. جايين نقول لكم ايش هو اول شرط. اول شرط لازم نتاكد انت صايم. تاكد بوري الكاميرا صايم. اول شرط سويت. الشرط الثاني لازم تكون مشترك بقناه ريان شديد. هي قناتي، فهل انت مشترك؟ ما تعرفني. اسمع، حنسوي كت الحين، ابغاك تشترك بالقناه عشان تفوز الايفون. انا حاب اعطيك الايفون هذا من قلبي، شكلك محترم. اشترك اشترك اشترك. انت مشترك بقناه ريان شديد صحيح؟ ايوه اكيد. الله يعطيك العافيه، بس وريهم عشان الامانه والمصداقيه، لانه احنا هذا اهم شيء عندنا، الامانه والمصداقيه. طبعا هذا الايفون يا صاحبي، الف مبروك. وكذا يكون قلدنا ابو فله، ونروح اليوتيوبر اللي بعده. بس اذا حاب انت تقدر تفتح هذا تشوف. كان جديد اكيد جديد. شوف حتى هذه موجوده. ما
من الايفون كذا يكون قلدنا ابو فله ونروح الحين نقلد مستر بيست فيها عشان انا اصبره واحد الله اسمع وقف هناك تعال تعال نصور هنا يلا واحد اثنين ثلاث اكشن طيب يا عيال الحين راح ندور احد نعطيه هذه الفلوس زي ما شفتوا حنقلد مستر بيست فان شاء الله انه يكون الشخص اللي يعطيه محتاجه فلقينا شخص تعال يلا تعال السلام عليكم كيف حالك يا اخوي الكريم الله يسلمك السلام عليكم انت عارف باسمك ركان السلام عليكم ليش انت واقف هنا وايش صاير معك اخ طبعا الحمد لله بعد كل شيء والله ظروف صعبه الحياه صعبه والله والتزامات عليك عليك مصاريف كم عيال عندك ايش الشيء اللي راح يغير حياتك العمله الفلوس الهاشميه طيب اسمع هذه الشنطه اخذتها من مستر بيست اسمع الفلوس شوف اثقلها انا ابغى اعطيك اياها شوف والله شوف شيء شيء يلا شوف 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 مو قادر شوف صلي على النبي انتبه عليها الحين راح اعطيك اياها خلينا نوريك الفلوس فان شاء الله تحافظ عليها وهذه هي الفلوس طبعا يعني اسمع هذه راح تغير حياتك ايش حاب تقول للكاميرا ما توفيق الا بالله ما توفيق الا بالله يعطيك الف عافيه هذا كان كل شيء تفضل اكيد حاخذها اسمع حاخذها ولك هذه وعد وحش قدام كاميرا حركات لا مو حركات احنا ما نكذب على الناس اكيد الف مبروك وكذا يكون عطينا 10000 دولار وانت هذه هي يب من جد اسمع عادي عادي والله عارف ان الدنيا صعبه وكل شيء صعب بس لازم نتحمل واحنا جايين هنا نسوي خير فيعطيك العافيه يعطيكم العافيه على المتابعه خلاص سكر المقطع سكر الشنطه لو سمحت انه هذا كان حق تصوير فهمت شوف وراح ناخذ منك الشنطه يعطيك العافيه ان شاء الله تلاقي احد لو يمديك تعطيني اياها اكيد طيب اكيد لو يمديك تعطيني اياها كل ايدك شوي دقيقه بس ايوه طف الكاميرا انت طفيها شوف خليك معايا جايب هذه الشنطه فك انت كل جيد حيث كانت حق تصوير كانت تصوير ما تنفع يا صاحبي فلوس ايه هذه فلوس ايش يا صاحبي مقلب مقلب يوتيوب مقلب حرك جيت من شخص غلط روح انقلع جاي هذه الفلوس زبدة عار Mr. B6000 Once or twice, but I think it's here to stay. His thumbnails, well, they're made in paint. But if you ask me, I think they're kind of cool. Thousand, oh, his random videos are the name of the game. Some might say they're his ticket to fame. The occasional intro may not make sense, but we all get a laugh at their expense.